ذكرى تأسيس نادي الرياضي الرياضي والعريق ذكرى 93 واللي بالمناسبة جات واحد الانتصار لنظام الانتصارات اللي حقق فريق الرجاء البيضاوي لفريق متخصص والانتصارات خارج أرض الميدان على المستوى القاري هذه لا يمكنه أحد حقيقة. فريق الرجاء منذ التأسيس ديالو لعبوا فيه مجموعة ديال اللاعبين اللي في نفس الوقت حتى مثل المنتخب الوطني منذ الخمسينات وأول منتخب ركض في حميد باهي الله يرحمه مسجل أول هدف لفريق الرجاء. غير واحد القديم وصلت إلى السي يوسف نعم هو أن كرة القدم الوطنية الرسمية راه انطلقت بعد الاستقلال. كرة القدم الوطنية ركز على كلمة الوطنية الرسمية راه كانت المنطقة الحقيقية ديالها بعد الاستقلال. هي فاش أسست العصبة المغربية؟ فاش أسست العصبة المغربية لكرة القدم؟